Hello, my name is Abbas Abdelghani. I am actor and I like coaching movies. I live in Morocco right now. زمان كنت بغش الشاي بنشارة خشب وبيعه في بواكي شكلها حلو مكتوب عليها الشاي أبو الأصول. كسبت والماركة بقالها اسم وسمعة، وفجأة النشارة غليت والنجارين اتملعنوا، عبينا الشاي من غير نشارة. تعرف حصل ايه؟ اتخرب بيتي وفلست وقالوا عليا غشيت الشاي. مش بقولك مغفلين.